السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوات قالت أنا ما أريد أصير شيعية، ولكن أنا ما أريد أترك أهل البيت. أختي الغالية، منو قال لك أنت تركي أهل البيت؟ ومنو قال لك أنت أصلا على أتباع أهل البيت؟ منو قال لك السنة أصلا يكرهون أهل البيت؟ أنت شايفة مواصفات أهل البيت بالكتب السنية كيف تدمع لها العين، وشايفة مواصفات أهل البيت بالكتب الشيعية شلون تخزي؟ شايفتها لو ما شايفتها؟ شايفة من يوصفون فاطمة الزهراء بأنها سلمان يدخل عليها عندما يرسل علي يقول لي اذهب إلى زوجتي فإنها مشتاقة إليك؟ أسألك بالله، أنت ترضين أخوتي دز عليه واحد صديق غريب عنك يقول أروح شوف أختي مشتاقة إليك أو بنتي أو أمي وهو مو بالبيت، ويدخل ويشوف سيقانها ويشوف وجهها؟ هاي فاطمة الزهراء؟ هاي مواصفاتها اللي أنت تقولين أنا من أتباع أهل البيت؟ لو مواصفات علي كالجمل المغشوش يسحل للانتخابات وهو يصيح بالشارع هاي بالكتب الشيعية بايع بايع، ها؟ لو مواصفات علي اللي يدخلون على زوجته ويكسرون ضلعها ويسقطون جنينها وهو يهرب إلى العالية كما تقول الكتب الشيعية، يعني بمعنى بين قوسين جبان، لو مواصفات علي يدخلون على بنته ويسحلونها من شعر راسها ويأخذونها يتزوجونها والكتب الشيعية تقول ذلك فرج اغتصبناه، يعني الإمام علي يغتصبون بنته أمام عينه يوميا لحد ما مات عمر وخلف منها اثنين وهو ساكت. هاي مواصفات علي وأهل البيت اللي أنت تقولين أنا ما أريد أتركها. لو مواصفات علي من راح بايع الكفار كما تقول كتبنا الشيعية اللي هم حرفوا القرآن كما يدعون، راح بايعهم واشتغل عندهم مستشار واشتغل عندهم قائد جيش واشتغل عندهم قاضي، هذه مواصفات أهل البيت عندك. لو مواصفات فاطمة لها ثديان طويلان ترضع الحسن والحسين من خلف ظهرها حتى البقرة، عز الله السامعين، البقرة ما ترضى ترضع طفلها من وراء رجليها، ترفسه وتخليه يجي من قدام، هذه مواصفات أهل البيت عندك أنت اللي أنت ما تردين تتركينها تقولين أنا ما أريد أترك أهل البيت؟ لو مواصفات اللطم، علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يلطم، ها؟ وأهل البيت كانوا يزحفون مثل السحالي، وأهل البيت كانوا يدغمرون بالطين مثل الخنازير، وأهل البيت كانوا يطبرون وشقون رؤوسهم قدام العالم مثل المخابيل، مو هاي مواصفات أهل البيت عندك اللي ما تردين تركينها بالكتب الشيعية؟ أبدا ما كانوا أهل البيت هالشكل، أبدا. أهل البيت ما كانوا يسجدون للقبور، أهل البيت ما قالوا ادعونا، الإمام علي ما كان يقوم ويقول يا أنا ادركني، كان يقول يا الله. أهل البيت كانوا يسجدون لله، يذبحون لله، ينذرون لله، يخافون من الله، والكتب مال الشيعة مليانة بهذا الكلام. يا أهل البيت اللي أنت تركيهم، جيبي لي عمل واحد بس، عمل واحد قاعد يسوون الشيعة من صلاة من عبادة من ذكر من أذان من تطبير من زحف من لطم من سجود من تدغمر بالطين مثل الخنازير من تراب من مشاية من متعة سووا أهل البيت أو أمروهم بأن يسوونه، وانت تقولين أنا ما أريد أترك أهل البيت؟ ليش أهل البيت شنو دخلهم بالشيعة؟ أهل البيت سنة، وأهل البيت أتباعهم الحقيقيين هم أهل السنة، أهل البيت لا لطموا السنة لا يلطمون، أهل البيت لا ذبحوا لغير الله والسنة لا يذبحون، أهل البيت لا سجدوا لغير الله والسنة لا يسجدون، أهل البيت ما عبدوا القبور والسنة ما يعبدون، أهل البيت ما يتوسلون بغير الله والسنة ما يتوسلون، أهل البيت ما يسوون هاي الخزعبلات اللي قاعد يسوونها كلها والسنة ما يسوون، السنة هم أتباع أهل البيت الحقيقيين. وأنصحك وأنصحك أيضا تفتح كتاب البخاري باب فضائل أهل البيت إلا تبكي، إذا كنت تحب أهل البيت فعلا تبكي من كثر ما مادحينهم مدح بالروايات السنية بدءا من علي ابن أبي طالب عليه السلام إلى الحسين عليه السلام، هذول هم أتباع أهل البيت، أما مشاية وطربق طربق رضا طويريج
ما لها دخل بأهل البيت. فريحي بالك ودخلي في دين أهل البيت الحقيقي اللي هو دين أهل السنة والجماعة، اللي ما يعبدون مع الله أحد، لا يذبحون لغير الله كما قال الله عز وجل في القرآن فصلي لربك وانحر، لا يسجدون لغير الله عز وجل كما قال الله عز وجل في القرآن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا ينادون الأموات كما قال الله عز وجل بالقرآن إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الله شابه الميت بالأصم، ليش؟ الأصم ما يسمع والميت كذلك ما يسمع، ما تقدر، ما يردون عليه. قال الله عز وجل لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو فرضا سمعوكم ما يستجيبون لكم لأنهم خلاص في قدرة الله، في قبضة الله، ما يقدرون يسوون شيء. ويوم القيامة ماذا يحصل؟ يكفرون بشرككم، سمى شرك هذه العبادات اللي قاعد يسوونها عند القبور. ولا ينبئك مثل خبير، الله عز وجل اللي قاعد ينبئك هذا الكلام. فانقذي نفسك وادخلي في دين علي، دين التوحيد، دين لا إله إلا الله، عبادة الله وحده. هذا الدين اللي انت بيه هذا دين ابن سبأ اليهودي والمجوس، كما قال كمال الحيدري خليط بين المجوسية واليهودية والنصرانية والبوذية. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية حتى تفسير القمي. وأنا أضف عليها كل شو كلاشي. فأنصحك وأنصحك أنت أخي أيضا السائل أن تدخل في دين أهل البيت، دين أهل البيت الحقيقي، وعلى الأقل تسأل كل واحد شيعي قاعد يسوي عمل شايل لنار، شايل لنعال، يطربق، يزحف، قل له شنو دليلك؟ انطينا الدليل، سووها للبيت بس، كله أطالبه بالدليل. إذا انطاك دليل تعال قل لي أنت كذاب، هذه بيها دليل، هذه بيها دليل. ما عندكم على دينكم ولا عمل تسوونه بدليل لله عز وجل ولا لرسوله ولا لأهل بيته، بريئين منكم يوم القيامة كما قال الله عز وجل في سورة البقرة الآية 165، يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. جعلت أهل البيت أنداد لله، أنداد مع الله، الله يحييهم ويحيون، الله يرزقهم ويرزقون، الله يدخل الجنة والنار هم يدخلون الجنة والنار، هم يسوون أشياء أكثر من الله كما يقول المعممين على المناظر، بيدهم الكون هذا كله، الله خلق الكون وراح خلاص وسلم بيدهم قال لهم مع السلامة أنا رايح، حسب العقيدة الشيعية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأنا أقول لا، أنتم تحبونهم أكثر من الله، والدليل هذه الفتاوى وهذه التسجيلات وهذه الفيديوهات. علي ربنا يوم القيامة، الحسين ربنا يوم القيامة، انت شده تحكي الامام المهدي بيده كل الكون ويتصرف بالكون وذرات الكون. يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، انتم تحبونهم اكثر من الله. ولو يرى الذين ظلموا اي اشركوا، الظلم المقصود في الآية الشرك، إذ يرون العذاب، شافوا جهنم بعينهم المسعورة، إذ يرون العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كيف الأسباب تقطعت بهم؟ السبب أنا كنت متمسك بعلي وتقطع بي، علي تبرأ مني، ما دليلك علي يتبرأ منك؟ بالآية إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بعد ما تبروا من عندنا تقطعت بهم الأسباب، احنا كنا نظن ان هم يخلصونا من جهنم، اثاري هم تبرأوا منا، طيب انا في الحالة شو اسوي؟ انا رايح الى جهنم شو اسوي؟ وقالوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. خلصت السالفة؟ لا ما خلصت. الله عز وجل يقول كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، مؤبدين بالنار، لأن الله أخبرك بالقرآن وأخبرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجهز حالك إلى جهنم إذا بقيت على هذه الديانة، وأدعوك وأدعوكم إعلان تبرؤكم من هذه الديانة
البوذية السيخية الهندية اليهودية اللي من كل شي وكل شي ملمومة ومسمين نفسهم أتباع أهل البيت. أتمنى وصلت لك رسالتي، تحياتي إلك، وأنتظر منك ومنها رسالة بالتعليقات حتى أسجل مقطع لكم إعلان تبرؤكم من هذه الديانة اللي ما تمس بصلة لأهل البيت. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.